المقارنة بين مصر وإيران وأيهما أكثر جنوحاً اتجاه العلمنة، كانوا بيشوفوا أن إيران على المستوى النظام وعلى مستوى الدستور أبعد عن العلمنة ومصر أقرب إلى العلمنة، ولكن على مستوى المجتمع والسلوك والثقافة إيران أكثر جنوحاً أو اتجاه للعلمنة عكس المجتمع المصري. وعشان كده بتحدث عنه مسألة أنه الحالة المصرية حالة خصبة، لأنه مصر في القرن اللي فات والقرن اللي قبله كانت بتمر بتحولات كبرى طار يمينا وطار يسارا على مؤشر العلمانية، واعتقد انه حالة الحراك او ديناميكية هذا الفعل هتفضل مستمرة في السنوات القادمة، ومقصودش هنا انها هتفضل مستمرة بلا حسم، لا هتفضل مستمرة، ولكن ان المؤشرات هتبقى اوضح. طيب